العقاد أحد الذين صنعوا تاريخ أدبنا العربي الحديث. أستاذ عقاد، أولا يا فندم عايز أسأل حضرتك، هل كلمة العقاد دي ليها معنى معين؟ نعم، معناها المشتغل بصناعة الحرير. اتولد عباس العقاد في أسوان في جنوب مصر لأب مصري ووالدة من أصول كردية، وبعد ما خلص المدرسة الابتدائي اشتغل في وظيفة كتابية وبعدين سابها واهتم بتثقيف نفسه بنفسه بالقراية واشتغل في الصحافة. في سنة 1916 نشر ديوان شعري، وبعد كده توالت مجموعاته الشعرية وحي الأربعين، هدية الكروان، وعابر سبيل. وفي سنة 1921 أصدر مع إبراهيم عبد القادر كتاب نقدي عنوانه الديوان. اشتهر العقاد بأسلوبه الجاف في الكتابة وفي معاملة الكتاب والمفكرين في وقته، ودخل في مناوشات فكرية مع عميد الأدب العربي طه حسين اللي قال عنه العقاد إنه هو شخصياً ما بيفهمش اللي بيكتبه، ومع المفكر سلامة موسى اللي هجمه العقاد بسبب دعوته للتطور والتمدين. العقاد كان غزير الإنتاج. في سنة 1936 كتب سيرة الزعيم سعد زغلول، ظهرت عنه بحوث كتير وكتب كتير، أهمها كتاب للدكتور شوقي ضيف اسمه مع العقاد. إنتاج العقاد النثري الأولاني غلب عليه طابع المقالة زي الفصول ومطالعات في الكتب والحياة ومراجعات في الأدب والفنون، وبعدين اتجه لكتابة سير إعلام الإسلام بطريقة رسم الشخصيات، فكتب عبقرية محمد وعبقرية عمر وعبقرية خالد وغيرها، وكتب رواية واحدة اسمها سارة، وبعدين اتجه للدين والفلسفة فكتب الله والفلسفة القرآنية، ودخل في مجادلات مع المستشرقين وخصوم الإسلام في أعماله زي حقائق الإسلام وأباطيل خصومه وما يقال عن الإسلام. كان للعقاد رأي مختلف في الأدب والفن العربي، كان بيشوف إنه متواضع ومش متحضر، وفي رأيه إن السبب في كده هي البصمة الأبدية اللي في الأدب العربي من أيام العصر الجاهلي. ولاحظ العقاد وانتقد غياب التراث الفني في مجال الفنون البصرية في الثقافة العربية، فالعرب قدموا زخارف هندسية لكن ما قدموش حاجة تقريبا في فنون العمارة والبناء. ففي رأيه إن الفن البصري العربي بيتسم بالزغرفة لمجرد الزغرفة اللي ملهاش صلة بالحياة. من أعمال عباس محمود العقاد جحا الضاحك المضحك، عبقرية الصديق، عبقرية عثمان، أبو الشهداء، فاطمة الزهراء، الفاطميون، التفكير فريضة إسلامية، مطلع النور، وغيرهم من الأعمال. توفى العقاد سنة 1964 عن عمر يناهز 75، وساب وراه موروث أدبي يحيي ذكراه.